تفضلوا 17,000 تبارك الرحمن. لما أقول لكم شيء نادر، شيء نادر صدق صدق شيء نادر. Square is not an experience, it's the experience. Enthusiasts come alive here feeling the adrenaline rush when experiencing drifting, reviving their memory when seeing classic and special cars, leaving a memory in every corner of the kart circuit. حياكم الله بقناة كارتومايز. اليوم أبو عمره مو موجود طبعاً، يتلى مولوده، عسى الله يطرح فيه البركة وتربى بعزكم إن شاء الله. وفوق هذا قاعد يضبط الإيفنت اللي راح يكون في تاريخ 26 و27 الشهر 26 و27 1 في حلبة بروكارت هني بالنادي الكويت الرياضي للسيارات ودراجات الآلية. لا تخلون، بس عموماً دامه مو موجود أنا موجود، عندي شيء وايد حلو لكم، خلنا أوريكم إياه. اليوم سيارة تبارك الرحمن، اللون هذا الزنك يلو ذكرناه فيديو الكوبرا الاس في تي اللي صورناها، هم نفس اللون. اللون هذا يا اخي بالصج لما تشوفه شيء ثاني، عالم ثاني بصراحة. ومن هاللون هذا يعتبر ثاني اقل لون صنعوا منه هذه الموستنج اللي هي الماك 1 اللي نسميها الجندي المجهول. ليش نقول عنه الجندي المجهول؟ لان هذا صاير ما بين الجي تي العاديه وما بين الاس في تي كوبرا. هذه موديل 2003 ما شاء الله. لما يقول لك شنو الكلمه بالعربي او بالانجليزي، برستين، يعني شيء فوق النادر والنظيف، وراح تعرفون بعد شوي ليش. اول شيء راح تشوفونه الشيكر هود بالماك 1. الشيكر هود هذا جابوه من تصميم ال 69، حطوه هنا. طبعا فانكشنال حقيقي، يدخل هواء حق الماكينة. شكل اول ما تشوفه تدري ان هذه ماك 1، لان الشيكر هود نزل على الماك 1 بس، ما نزل على الكوبرا الاس في تي ولا نزل على الجي تي العاديه. طبعا السياره ما شاء الله كثر ما اقول عنها نظيفه، رنقات، تواير، الصبغه، كل شيء فيها حلو. طبعا الله يبارك حق راعيها ويهني فيها ما شاء الله، جاب لنا اياها وقال لنا انا عندي موستنج ماك 1 نادر، انتم مسوين على 2021، الحين عندي 2003، هذا نادر. ولما اقول لكم نادر معناته انه معاه لوحات او كتالوجات او اوراق وايد وملفات وياه، لدرجه انه ما اقدر اطلع لكم اياهم من كثر ما هم مخزنين بكياس، وايد 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 كتالوجات وايد ملفات وايد اوراق معاها، كل شيء من المصنع. هني المعلومات هذه حق اللي يحب يوقف الفيديو ويشوف. ماكينة سيارة طبعا 4.6 8 سلندر، بس مو نفس الجي تي العادية، هذه تي 305 حصان، 320 باوند تورك، يعني 433 نيوتن متر من عزم الدوران. طبعا نزلت جير عادي ونزلت جير توماتيك. اللي ويانا اليوم طبعا راح تكون الجير عادي 5 سرعات. ما شاء الله سيارة تلق نظيفة، وراح اوريكم ممشاها بعد شوي. بس اول شيء خنبطل الكبوت نوريكم ماكينه السياره. سياره جديده تبارك الرحمن. في ناس يعني يطيحون على هالمواتر النظيفه، شوفها، شوف الفتحه، ما يصعد الشيكر معاك بالكبوت، لا الكبوت اصلا مفتوح، وفي هني مكان عشان تهريب الماي او تصريف الماي، عشان اذا غسلت سياره او طق مطر ما ينزل على الماكينه. وطبعا فولي سيلد على قولتهم، سكر عشان ما يدش الماي، لكن اندش في هني مكان حق التهريب. ماكينه ما شاء الله تبارك الرحمن تلق نظيفه. طبعا اللي يفرق فيها ان هذه 32 فالف، الجي تي العاديه 16 فالف تصير،
عشان شيء حتى بالحصنة تكون أقل من هذه. وفي طبعا أمور ثانية بعد تفرق عنها اللي هي مثلا البلوك هنا ألمنيوم، الروس، الثلاجة، فيها أمور واختلافات وايد عن الجيتي العادية ما شاء الله. حتى استكرها اللي هني شوفها تبارك الرحمن، السيارة نظيفة جدا جدا جدا. نوريكم الحين من داخل، شوف وينك يا ابو عمره، والله لو ابو عمره موجود كان صدق استانس. هني شوف هذا عداد الماكون، يصير كذي بهالشكل. طبعا قاعد نتكلم على سنة 2003. هني المسجل، مكيف، الجير، البليتة هذه اللي تبين لك انه فورد موستنج ماك 1. هي ماك 1 ولا ماك 1 يا جماعة؟ في ناس يقولون ماك 1، في ناس يقولون ماك 1، انا ما ادري اسميها ماك 1. عموما ما شاء الله، شوفوا شوف الكشنات، شوف النظافة، شوف حتى من ورا. سيارة جدا 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 نظيفة، جدا روعة تبارك الرحمن. عندك يا سلف نسمع صوته الستوك. ما شاء الله صوت ال 4.6 الوكالة. شوفوا الممشى، تفضلوا 17,000 تبارك الرحمن. لما أقول لكم شيء نادر، شيء نادر صدق صدق شيء نادر. ستوك وكالة ولا برغي ما شاء الله، تلقي السيارة. شوف حتى هني ماك اوديو سيستم. السيارة باللون هذا والمواصفات هذه والنظافة هذه تبارك الرحمن، شيء يعني لا يعلى عليه. انا اقول خل نسكر هذه ونركب داخل ونطلع فيها، ناخذ فيها فرة صغيرونة هني بالمضمار، ندوس لها شوي نشوف عزمها. ولا تنسون بال 2003 يعني كانت السيارات تتكلم تحكي، مو نفس الحين. الحين لا خلاص، السيارات صارت تخرع بالحصنة. عشان عقب ما نخلص نسلمها حق الأشاوس ونش 965، الله يعطيهم العافية، والله مضبطيننا آخر تضبيطة. هم يبولنا سيارات هم يردونها حق أصحابها، عشان نخلص ونسلمهم إياها ويردونها حق صاحبها بالحفظ الصون. خل عمران بس يعطيكم كم لقطة ونطلع فيها. اللون هذا ما شاء الله يعني نادر، هذا اللون انباع منه 869 حبة فقط، تخيلوا. اللي أقل منه الأوكسفورد وايت يسمونه، اللي هو الأبيض، هذا اللي أقل منه انباع 800 وشوي تقريبا. والباجين طبعا الأسود والرمادي والأزرق والأحمر، لا انباع منهم عدات يعني، أو عدد يعني عفوا، أكثر من الأصفر. شو ممشاها بالثاني، ما شاء الله يا اخي 320 حصان، بس تحسها اسرع، تحسها فيها نشاط يعني. وقيره ما شاء الله الخانات وايد قريبه، وايد قريبه من بعض، حلوين. طبعا هذه ستوك شد بلاده يعني، مع شويه تعديل اتوقع تصير وايد وايد حلوه، بس ما شاء الله سحبتها حلوه. ما شاء الله والله سحبتها وايد حلوه على ستوك ما شاء الله. طبعا بريكات برمبو عليها الماك 1، وعندك بعد شنو عندك، عندك والله بغيت اقول لكم شيء ونسيت، قاعد طالع عداتها ما شاء الله ونسيت.
بريكات برمبو، الشيكر هود مثل ما قلنا اللي على الكبوت، و تبارك الرحمن سيارة ناعمة وهادية ووايد حلوة، وقاعد تذكرني نوعا ما بالاس في تي كوبرا اللي سويناها لها حلقة. هم هذيك كانت بنفس اللون، بس هذيك كانت طبعا اس في تي وعليها خفايف، فهذيك كان ممشاها تبارك الرحمن فرق جدا كبير عن هذه. ولكن هذه كممشى كذي ستوك وكالة، يعني انا بالنسبة لي والله هذه لو عندي اياها يمكن بس اكزوز فلو ماستر عشان النغم شوي، وخصوصا فلو ماستر على هالقصة اذكره كان يمكن احلى صوت ينزل على هالقصة من الموسنقات. تركب اكزوز فلو ماستر تستمتع بالنغم، بس سيارة تبارك الرحمن نظيفة ومن اروع ما يكون. هذه سيارات يعني الماك 1 ردوا امجاد 69 الموستنج لما نزلوه بال 2003، باعوا منه توتال ترى يمكن 7000 حبة، بس اللون هذا لون جدا نادر خصوصا بهالحالة. هنجرب لكم بواحد ما بيدوس وايد فيها بما انها سيارة نادرة ونظيفة، بس هنجرب ما شاء الله. لا تبارك الرحمن والله ممشاها حلو، والله ممشاها حلو على ماكينه 4.6 320 حصان، والله ممشاها وايد حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. سياره جميله، ما ودنا نهوس عليها اكثر من كذي، فخلنا نوقف وننزل وننهي لكم الحلقه. ما شاء الله مثل هالسيارات النادره ودك تخليها وتحافظ عليها عندك، ما ودك تتعبها ولا تهوس عليها ولا يعني تشقها بالتعديل. في سيارات وايد يعني تقدر تعدل فيها وتستانس اذا تبي تعديل ودوس، ولكن السيارات هذه النادرة الواحد خلي حافظ عليها. يعني الله يرزقنا وياكم ان شاء الله وناخذ مثل هالسيارات النادرة ونخشهم عندنا ونخزنهم، نطلع فيهم حق راسنا حق مزاجنا على قولتهم، يعني بهالنظافة وهالمستوى ما شاء الله تبارك الرحمن جدا 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 جميلة. الله يعطيك العافية يا راعي السيارة، ما قصرت وعسى الله يبارك لك فيها، وإن شاء الله ما نكون قصرنا وياكم. وإذا تبون تشوفون حلقة الاس في تي بالقناة موجودة، راح تلقونها نفس الموديل ونفس اللون هم الزنكيلو. إن شاء الله ما نكون قصرنا وياكم، نشوفكم الأسبوع الجاي.